وذلك مثلا كحال المرأة تكره أن يعدد عليها زوجها، تكره أن يعدد عليها زوجها، وهذا الكره كره طبعي، كره طبعي، ولا تأثم عليه ما لم يكن ثمة معارضة للتشريع. تقول أكره أن تعدد علي ولكن الرجال فليعددوا ما شاءوا، الرجال فليعددوا، ولكن أنت أني أكره هذا الأمر، أكره هذا الأمر، هذا كره طبعي. ولكن إذا قالت أني أكره هذا التشريع كله، هذا مناقض للإسلام، هذا مناقض للإسلام، لأن الكره نزل على التشريع، نزل على التشريع. والدليل على أنه طبعي أن المرأة في مسألة تعدد زوجها عليها تجد في نفسها وقعا أكثر من أن تجد بتعدد الأجنبي على زوجته، مما يدل على أن الأمر ليس على التشريع، وإنما هو لحظ النفس.